أهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي واجه الصحافة، وحلقة هذا الأسبوع تحت عنوان لمواجهة أزمة هجرة الأطباء مطالب بإصدار قانون المسؤولية الطبية. فكثير من الجدل في الجلسات والمناقشات والأخذ والرد والسجالات تمت بين نقابة الأطباء والبرلمان منذ عام 2016 من أجل الوقوف على نسخة تتفق عليها جميع الأطراف من قانون المسؤولية الطبية، والذي تأخرت مصر كثيرا في تطبيقه أسوة بعدد من الدول العربية التي طبقته. ويعود القانون للأدراج منذ يناير من عام 2018 بعد ملاحظات قسم الفتوى والتشريع بوزارة العدل، لتكون المرة الأخيرة التي نسمع بها عن قانون يسمى المسؤولية الطبية. تلاها بعد هذا عدد من الوقائع التي راعت المجتمع المصري ولقت سجالا بين المريض والطبيب حول هل هو خطأ طبي أم مضاعفات واردة في تاريخ المريض أو العلاج. نعود للحديث عن هذا الموضوع مع ضيوف كرام، هما كل من الأستاذة الدكتورة أماني وهبة استشاري البطنة ورائدة العمل المجتمعي. بنرحب بك يا دكتورة أماني، شرفتينا. أهلا وسهلا. والأستاذ الدكتور رشوان شعبان رشوان عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أهلا بك يا دكتور رشوان، شرفتينا. أهلا بك. هنستأذن حضراتكم نعرف أهم ما جاء في الصحافة الصادرة مؤخرا حول هذا القانون الجديد مشاهدينا الكرام، وبعد هذه القراءة المعتادة بعد فاصل قصير نبدأ النقاش مع ضيوفنا الكرام، أرجو أن تبقوا معنا. من جديد لحضراتكم التحية، ونبدأ قراءتنا الصحفية هذا الأسبوع من صحيفة المصري اليوم التي جاء فيها تحت عنوان طلب مناقشة عامة بالشيوخ حول ظاهرة هجرة الأطباء للعمل بالخارج. قالت التفاصيل شهدت مصر خلال الأونة الأخيرة وتحديدا السنوات الثلاث الماضية موجة غير مسبوقة من هجرة الكوادر الطبية والأطباء إلى الخارج. ذلك الأمر الذي يطلق تحذيرات متوالية ومخاوف من تأثيرات هذه الموجات من الهجرة على المنظومة الصحية المصرية ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى، والتي تعاني في الأساس نقصا شديدا في الجودة كما وكيفا، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا. نذهب إلى صحيفة الدستور ونطالع منها: بعد آلاف الاستقالات أطباء يتحدثون عن أسباب هجرتهم إلى الخارج. يعاني القطاع الصحي في مصر من مشاكل عديدة تدفع الأطباء إلى تفضيل العمل الخارجي بعد سنوات من الدراسة في مصر، وربما العمل أيضا لفترات طويلة، وتختلف الأسباب الخاصة بهم، وتحاول الدولة جاهدة على الجهة المقابلة تحسين المستويات وحل تلك الأزمات. ومؤخرا دخل البرلمان على نفس الخط من أجل الحد من هجرة الأطباء من مصر والعمل في الخارج حتى لا يخسر القطاع الصحي مزيدا من الأفراد. في صحيفة أخبار اليوم: هجرة الأطباء مرض مزمن يبحث عن علاج، 62% خارج المنظومة الطبية الحكومية، و7000 طبيب يهاجرون سنويا في المتوسط حسب ما ذكرت الصحيفة. إغراءات مادية وتعقيدات إدارية وتكاليف الدراسات تعد أهم أسباب هذه الظاهرة، والأطباء يؤكدون عوامل الجذب من الدول الأخرى وفيرة، وتقدير الطبيب هناك أولوية، والبرلمان التأمين الصحي الشامل، وحزمة قوانين جديدة يساهمان في حل الأزمة. في المصري اليوم من جديد: روشتة للقضاء على هجرة الأطباء، الشعور بالأمان. وقائع الاعتداء على الفريق الطبي تسببت في حالة من الغضب العارم لدى الأطباء، وطالبوا بحمايتهم من كافة أشكال الاعتداءات اللفظية والجسدية، وسط مطالب بتسريع وتيرة قانون المسؤولية الطبية الذي يرى البعض أنه سيضع حلا لتلك الظاهرة التي تسببت في هجرة الكثير من الأطباء للخارج. في صحيفة الوفد: هجرة الأطباء سرطان في جسد المنظومة الصحية. فالمنظومة الصحية في مصر حينما نشاهدها من الخارج سنجدها تشبه إنسانا يتمتع بكامل صحته ولياقته البدنية، فلديها عدد كبير من المستشفيات والتجهيزات بأحدث الأجهزة الطبية، وجميع المواطنين يحصلون على كامل الرعاية، ومع ذلك فهي من الداخل تعاني من سرطان
ينهش في مفاصلها كشفته نقابة الأطباء في تقرير صادم. أكد زيادة معدلات استقالة الأطباء من القطاع الحكومي التي وصلت إلى حوالي 11,000 طبيب و500 طبيب خلال السنوات الثلاث الأخيرة. نختتم قراءتنا الصحفية من صحيفة المصري اليوم التي جاء فيها نقابة الأطباء: الرئيس السيسي يسعى لتقليل هجرة الطبيب المصري. المبادرات التي يجريها الرئيس السيسي في الفترة الأخيرة تحاول التعبير عن تكريم الرئاسة للأطباء، ومن الناحية الأخرى التقليل من تسرب الأطباء إلى خارج مصر هربا من الظروف المعيشية الصعبة، لأن مستواهم المعيشي لا يقارن بالدول الأخرى. ونقابة الأطباء لديها 240 ألف طبيب مسجلين في النقابة والموجودون حاليا داخل مصر أكثر قليلا من 100 ألف طبيب. هكذا تكون قراءتنا الصحفية انتهت. بعد الفاصل نعود لضيفينا الكريمين لبدء الحديث والنقاش حول هذا الموضوع. من جديد لحضراتكم التحية، والتحية موصولة لضيفينا وضيفيكم الكريمين الدكتور أماني والدكتور رشوان. واسمحوا لي في البداية أبتدي مع حضرتك الدكتور أماني ومع الدكتور رشوان برضو، لكن نعرف رأيكم في قانون المسؤولية الطبية، واللي يعني البعض بيعتبر أنه جدل مستمر لسنوات طويلة ربما تصل إلى 16 عاما لم يحسم بعد. كيف ترين هذا الأمر؟ أرى هذا الأمر أنه يعني كارثة، أن احنا يبقى عندنا حل لمشكلة كبيرة جدا بتنهش في جسد الوطن زي ما قلنا، وتعتبر سرطان في جسد الوطن، وهي هجرة الأطباء، وعندنا حل ممكن يعني يطيب خاطر الأطباء بعد التطيب. جميل. ومع ذلك أن احنا ننكر هذا الموضوع وننحيه جانبا ونستقبله بمنتهى الهدوء ولا ننظر للصالح العام حتى لمصر. يعني هجرة الأطباء قصة كبيرة جدا وخلل اجتماعي وإنساني عظيم بيهدد بأنه في يوم من الأيام هنلاقي مرضى بلا أطباء. شبابنا هم ثروة مصر طبعا، الشباب ده كله بيخرج، يعني احنا بنفقد ثروة مصر لصالح مين؟ لصالح الطبيب ولا لصالح المريض ولا لصالح مصر؟ ده مش ولا لصالح الخارج يعني صح التساؤل يعني. فعندنا موضوعات كتيره واسباب كتيره لهجره الاطباء هنا في مصر طارده جدا للطبيب، والغرب فاتح دراعه وبالاحضان لاي طبيب مصري بالتحديد، لان الطبيب المصري بالضبط بيتمتع بسمعه طيبه جميله، وبره لما بيلاقوا طبيب مصري متميز بيحوطوا عليه جدا. يعني انا سافرت لندن وتدريب على غسيل الكلى، وفوجئت كان رئيس الوحده هناك دكتور عبد المجيد النحاس مصري طبعا وبقاله فتره طويله عايش هناك، فانا بساله وقال لي ارجع لي. طيب انا هنا الناس موفره لي كل حاجه، ايه اللي يخليني ان انا ارجع؟ هجره الاطباء من مصر، عندك اجور متدنيه جدا جدا، عدد ساعات عمل في منتهى الارهاق، يعني معدلها تقريبا 12 ساعه في اليوم، والعائد بعد ال 12 ساعه دي 45 جنيه. فاحنا لو جبنا واحده بتنظف في البيت بتاخد اكتر من كده مليون مره، يعني فاحنا بنهين الطبيب في كل خطوه من خطوات حياته. مفيش تدريب، فبالتالي وارتفاع مستوى يعني تكاليف الدراسات العليا، فالتدريب كده مش هيقدر ان هو طالما ان هو مش مدرب الحاجات الحديثه فمش هيقدر يواكب احدث ما توصلنا اليه في الطب. كارثة تانية انه عدم احساسنا بالامان، الطبيب مش حاسس في مصر انه مناخ امن، ان هو يبقى قاعد كده وطول الوقت. طبعا استاذن حضرتك عند هذه الجزئيه، لانه طبعا في البدايه انا بحيي حضرتك على صراحتك، ويبدو انه سنشهد في هذه الحلقه قدر كامل من الصراحه، ولكن يبدو لي انه ممكن يكون راي الدكتور رشوان مختلف مع راي حضرتك رغم انه يعني كلاكما طبيب. الدكتوره امانه دكتور رشوان بدات كلامها بانه شيء يعني محزن ان احنا يبقى عندنا ازمه زي هجره الاطباء والحل واضح امام عينينا، والمفهوم طبعا في القوانين اللي ممكن تكفل الاطباء هذا الحق، لكن هل القانون المتعلق بالمسؤوليه الطبيه احد اسباب عدم صدوره حتى الان تتعلق بمخاوف الاطباء نفسهم من بعض العقوبات اللي هم ممكن ما يستحقوهاش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقه احنا عندنا كاطباء مشكلتين. المشكله الاولانيه ظروف العمل اللي احنا بنشتغل فيها
والبيئه بتاعه العمل والنواتج عن العمل. الطبيب بيشتغل في بيئه زي ما قالت الدكتوره ما فيش فيها مكان للتدريب جيد، ما فيش فيها امكانيات كافيه، وفي نفس الوقت الدراسات العليا غير متاحه ل 60% من الاطباء حديث التخرج. الاجور والمكافآت والمزايا الاخرى اللي المفروض تبقى موجوده يعني تكاد تكون صفريه. كل ده بها بيئه غير صالحه لان حد يبدع. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا بشتغل سواء كان في قطاع خاص حكومي مستشفى خاص، دي النقطه اللي انا كنت لسه عايز انتقل ليها دكتور رشوان، اسمح لي لانه ربما الناس هتفهم من بدايه حديثنا انه الكلام على الاطباء بشكل عام، لكن احنا عايزين بقى نبتدي نميز ما بين الاطباء اللي بيشتغلوا في القطاع الحكومي او المستشفيات الحكوميه او العامه او المركزيه او ما شابه ذلك. ده انا عايز اقول لك انه والقطاع الخاص كلنا ربما بتكون الظروف احسن هناك شويه. كل شويه زي ما قلت لحضرتك، حضرتك قلت انه شويه، لانه فعلا الكل في الهم شرق، الكل في الهم يعني. هو طبعا الجهه في تفضيل شويه في الخاص، لكن الحقيقه نفس البيئه اللي موجوده في الاثنين، ونفس الاجور او يعني بس افتكر الامكانيات الطبيه بشكل نسبي والاجور العادله ربما تكون في القطاع الخاص في مصر افضل شويه. حضرتك هو حتى الناس بتبحث عن الرعايه الصحيه في المستشفيات الخاصه، لكن يبقى ان اللي بيقدر يتعالج في الخارج للاسف بيخرج يتعالج في الخارج، ودي دي خطيره جدا خارج مصر يعني. طبعا ولذلك احنا بنشوف انه ده مش كويس. احنا شفنا وزراء صحه وهم اثناء توليهم الوزاره لما تعبوا راحوا تعالجوا بره في الخارج. مفهوم. هذا الشيء الحقيقه يقول يحط علامه استفهام كبيره على قطاع الصحه و100 الف علامه تعجب. يا وزير الصحه، يا اللي انت موجود في البلد وبتدير منظومه الصحه وتتعالج بره منظومتك، يبقى معلش انا اسف انت ما عندكش ثقه فيه. بالظبط كده. يبقى حتى القائمين على العمل نفسهم مش واثقين فيها. الحاجه الثانيه المنتوج بقى اللي هو انا في الاخر سواء كنت في القطاع الخاص او القطاع الحكومي، لما بشتغل انا بشتغل وايدي مرتعشه من عدم التمييز ما بين الخطا الطبي وما بين جميل. عند النقطه دي تسمح لي نتوقف، ما بين الخطا الطبي والمضاعفه احنا هنرجع للنقطه دي يعني بعمق اكتر، لان هي اللي هتميز وهتحدد في قانون المسؤوليه الطبيه مسؤوليه الطبيب وغيره من الاطراف العمليه الطبيه والصحيه. لكن حتى الان لم نجيب على التساؤل المتعلق بعدم صدور القانون حتى الان، دي نقطه برضه هنرجع لها. اسمحوا لنا يكون ده بعد ما نتابع التقرير ندخل في الموضوع بعمق اكتر مع حضراتكم. تابعونا مشاهدينا الكرام بعد هذا التقرير. وفقا لإحصائية صادرة عن نقابة الأطباء، فإن حوالي 11,536 طبيبا قد استقالوا من العمل الحكومي خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما ذكرت دراسة تابعة لوزارة التعليم العالي أعدتها بالتعاون مع وزارة الصحة، فإن أعداد الأطباء البشريين المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب حتى آخر عام 2018 تقدر بحوالي 212,835 طبيبا، بينما من يعمل فعليا في مصر بالجهات الحكومية المختلفة حوالي 82,000 طبيب فقط بنسبة 38% من القوة الأساسية المرخص لها بمزاولة المهنة. كما أضافت الدراسة أنه طبقا لهذا العدد يكون معدل الأطباء في مصر 9 أطباء لكل 10,000 مواطن، بينما يبلغ المعدل العالمي 23 طبيبا لكل 10,000 مواطن. ويرجع الخبراء عزوف هذا الرقم الضخم من الأطباء عن مزاولة المهنة بالجهات الحكومية، سواء بهجرتهم خارج البلاد أو العمل في القطاع الخاص أو العمل في العيادات الخاصة، نتيجة لضعف الرواتب الحكومية وعدم توفير المناخ الآمن للطبيب، وكذلك الافتقار إلى تغليظ العقوبات على المعتدين على المنشآت الطبية وعدم العمل بقانون المسؤولية الطبية وغياب التدريب الكافي للأطباء.
وللقضاء على ظاهرة هجرة الأطباء، شددت النقابة العامة للأطباء على ضرورة تقديم التسهيلات الخاصة باستخراج التراخيص وحل المشاكل والشروط التعسفية المتعلقة بها، مضيفة أن هذا من شأنه أيضا تقنين وضع الأطباء، حيث تستطيع الدولة أن تستفيد من تحصيل الضرائب بالإضافة إلى المساهمة في توفير فرص عمل والقضاء على البطالة، لأن العيادات ليست قائمة على الطبيب المعالج فقط، بل تضم طاقم التمريض والفنيين والعمال. كما أكدت النقابة العامة للأطباء ضرورة خلق أجواء صحية آمنة في العمل، مشيرة إلى أن إقرار قانون المسؤولية الطبية الذي يناقش حاليا في البرلمان يستطيع أن يوفر البيئة الآمنة للطبيب ويجعله يعمل دون ضغط نفسي. ولقانون المسؤولية الطبية شروط أساسية، منها التأكد من ترخيص الطبيب لمزاولة المهنة من وزارة الصحة والنقابة، وأيضا التأكد من ممارسة الطبيب لتخصصه فقط، بالإضافة إلى التأكد من توافر الإمكانيات بالمستشفى الذي يعمل به، وذلك لأن المستشفى يتحمل جزءا من المسؤولية إذا لم تتوفر الإمكانيات اللازمة للطبيب. من جديد لحضراتكم التحية، وهنرجع مرة تانية مع الدكتورة أماني والدكتور رشوان عند النقطة اللي توقفنا عندها. دكتورة أماني، هل يمكن القول أنه التمييز ما بين الخطأ الطبي والمضاعفات المحتملة الناتجة عن أي إجراء طبي عملية أو غيره، هذا التمييز يمكن أن يسهل في خروج قانون المسؤولية الطبية ويضمن حقوق الأطباء والمرضى معا؟ بالقطع. هو قانون المسؤولية الطبية على فكرة هو بيحدد آلية منظمة جدا بين المريض والطبيب. يعني هو بيدافع عن حقوق المريض وحقوق الطبيب الاثنين. لما نيجي نتكلم عن الخطأ الطبي، الخطأ الطبي عبارة عن ضرر وقع على المريض من خلال أو من قبل أحد من الفرق الطبية، تسبب عنه وفاة المريض مثلا. الخطأ ده بسبب ان هو ما طبقش المعايير الطبية المتعارف عليها. زي ايه مثلا؟ يعني مريض مثلا عنده فشل كلوي والدكتور اخطأ واداله دواء معين، الدواء ده ما ينفعش ياخده مع الفشل الكلوي. هذا الطبيب مخطئ، وهذا الطبيب بيعامل طبقا للدولة اللي هو فيها، كل واحدة بكل لها قوانين مختلفة فبيحاسب. لكن المضاعفات انه امر محتمل حدوثه. تمام. الطبيب ما قصرش، ما عملش اي مشكله وما كانلوش اي دور. زي مثلا انا بدي انتبيوتيك مضاد حيوي، عمل تحسس عند حد وما عملش عند حد تاني. المريض هنا قصر في ايه ولا اهمل في ايه؟ فده حصل ونتج عنه برضو الطبيب سوري فنتج عنه برضو وفاه لا ده هي الحقيقه قصه ان احنا احط الاثنين في نفس الكفة ده غلط. وده عمل فجوة كبيرة بين الأطباء وبين المجتمع. عمل الفجوة دي يعني حدثت نوع من عدم الثقة بين برضو الأطباء والمرضى، خلينا نقول ما بين فئة وفئة، يعني بعض يعني أنا عمق هذه القضية، اسمحي لي يا دكتورة أماني، مرتبط برضو بثقافة بعض فئات المجتمع، لأنه في النهاية الطبيب إذا أحسن أو إذا أصاب أو إذا اجتهد هو غير مسؤول عن الاقدار. بس هقول لحضرتك حاجه، يعني احنا دلوقتي حضرتك بتقول ثقافه لبعض الفئات مش بعض الفئات، ده الاعلاميين يا فندم، ده الاعلاميين، ده اكتر ناس انا مش عايز اكون متهم من ضمن بعض الإعلاميين. لا بعض من الاعلاميين طبعا بيغذوا هذه الفكره، وتلاقي مسلسل اهمال الاطباء والطبيب ما عملش حاجه. ففي الاخر ده بيشكل ضغط نفسي كبير جدا على الطبيب وهو اصلا مش مستحمل. مظبوط. وعشان كده تسالت هذا الامر في القانون. وعشان كده احنا محتاجين يا دكتور رشوان نميز ما بين الخطا ما بين المضاعفات، بمعنى انه هل الخطأ هو الخطأ في القرار والمضاعفات هي المحتملة نتيجة قرار، هو القرار المتاح او القرار الصائب او القرار المتاح امام الطبيب من تدخل، لان ربما بيبقى في حالات وصلت الى اخر مدى فالقرار الوحيد ممكن يكون هو القرار الصائب لكن مضاعفاته محتملة. شوف حضرتك، هو موضوع المضاعفات والاخطاء والخطأ بينهم وبين بعض ممكن يبقى شعره بسيطه. وحتى لو خطا، في احنا بشر، في اخطاء محتمله واخطاء جسيمه زي ما بيقولوا.
الحاجة التانية انه الخطأ اللي بيحصل من الطبيب هل تعامل معاه بحيث انه يعالج اثار هذا الخطأ بشكل متعارف عليه بالنسبة للأعراف الطبية بشكل صحيح؟ هو يعمل اللي عليه، هو الطبيب عليه بذل اقصى الجهد صحيح، وليس عليه النتائج، النتيجة دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. الطبيب والتمريض والمنشآت الطبية وكل الوفاة والمضاعفات والكلام ده كله، دي كلها بتاعت ربنا وموجودة في العالم كله وبنسب في كل أنحاء العالم، تحدث من أفضل الأطباء ومن أفضل الأطباء ومن أفضل الأنظمة الصحية في العالم بيحصل الكلام ده. لكن بيتحاسب إزاي الطبيب؟ إحنا ما زلنا في مصر الطبيب بيتحاسب حسب قانون العقوبات اللي هو فيه زيه زي سواق الميكروباص اللي بيخبط واحد في الشارع، بيتقال عليه دي اصابه خطا زي ايه، مواطن ارتكب جرم يعني او قتل خطا. يعني حاجه غريبه جدا، يعني انا لما باجي اعمل اجراء طبي وبتدخل في جسد المريض بيبقى الهدف منه ايه؟ الهدف منه انقاذ حياته او تخفيف الامه. طب اذا كان انا قصدي ده مانيش ماشي ماسك مشرط وبشرط في الناس في الشارع، بالعكس. بس ده عند 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 حدود الرسالة الطبية الإنسانية وعند الأطباء الأخيار وعند يعني الناس اللي متفهمة ده من المرضى ومن الأهالي. واسمح لي أنا بدأت بالجانب اللي ينصر إن صح التعبير قضية الطبيب، لكن لازم أنتقل للوجه الآخر وأنتقل مع الدكتور أماني وليك الحق في التعليق. أنا لسه بس ما كملتش نقطة مهمة ألا وهي إن موضوع إن أنا إمتى أعرف إن ده خطأ وإن ده مضاعفات وانه ما تحاسبش زي ما القانون العقوبات بيتحاسب، لا انا بتحاسب حسب قانون وده موجود في العالم كله مفهوم. وزي ما حضرتك قلت ولذلك بتطالب بالقانون الجديد طبعا لازم قانون يحدد الاول ان في مسؤوليه على الطبيب ولا لا، هل ده خطا ولا مضاعفه، وبعد كده اذا اخطا الطبيب يتحاسب، واذا كانت مضاعفات فله ان يبرأ وانه ما يتحبسش احتياطيا وانه ما يشهرش مشروع. ومره ثانيه بكرر سؤالي وممكن حتى ابتدي مع حضرتك هذه النقطه، واسمح لي سريعا علشان انتقل لدكتور اماني. ربما البعض يكون مخطئ في ثقافته من المواطنين فيتهجم على طبيب، يرتكب حماقه مع طبيب، ودي حاجات كلها ظواهر احنا بنرفضها لانه في النهايه هذه المهنه الانسانيه بتداوي المرضى وبتداوي الامراض. هو السؤال لو العكس بقى صحيح، منشاه طبيه مشكوك في نزاهتها، فيها بعض الاخطاء، ربما غرض التربح فيها واصل لثقافة الناس أو لمعلوماتهم أو لقناعاتهم بالطريقة اللي بيتخيلوا بيها إنه هذه المستشفى عملت إجراء واثنين وثلاثة علشان تدفع فاتورة عالية من العلاج، ما هو ده لازم برضو القانون الجديد يتضمن فيه حقوق للمواطن وللمريض. القانون متوازن جدا لو قدم كما نريد وكما هو موجود في أي بلد من بلاد العالم حاليا، وبما فيهم البلاد العربية الشقيقة، الأردن، السعودية، الإمارات، الكويت، كل دي بلاد فيها قوانين المسؤولية الطبية بتحدد المسألة دي، بحيث أنه مش على طول الطبيب يحصل حالة وفاة بالنسبة لواحد عامل عملية خد احجزه واحبسه واربع أيام في 15 وبعدين يتقدم للمحاكمة الجنائية على أنه قتل خطأ أو إصابة خطأ وهكذا. لا، الأول أنا مسؤول ولا مش مسؤول؟ أنا عملت فعلا خطأ يعني ولا ما عملتش؟ لو عملت ماشي، لكن لو ما عملتش ده اللي بيحدده بقى إيه؟ لجنة للجنة للمسؤولية الطبية. لا، مش بس أطباء على فكرة، فيها أطباء وقانونيين، فيها قانونيين، فيها حد بيمثل المجتمع المدني، والقانون بيحدد كل هذه المسألة، واللجان دي تبقى موجودة ليها لجان فرعية في المحافظات. يعني المسألة هتكون منظمة وهتكون أفضل من كده بكتير، بالإضافة إلى كده بقى إن هيبقى فيه الشراكة من شركات تأمين، بحيث إنه لو في تعويض وكده كله هيبقى نفس النقطة بتكمل دي بتكمل دي، بحيث إن أنا في الآخر الطبيب ما هواش مجرم. لا لا لا، بالعكس، احنا 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 مع المنظومه الطبيه بالكامل ومع اطرافها، ضمان حقوق الطبيب وضمان حقوق المريض. نفس النقطه عايز انتقل لحضرتك بيها مره ثانيه يا دكتوره اماني، ولو لحضرتك تعليق نفس النقطه ديت. لكن كمان اضافه لذلك، البعض بيرى بعض اطباء بيكونوا مهملين، لا يتابع مريضه بعد ما مثلا يجري له عمليه جراحيه مفترض فيها مراجعه الطبيب، او الطبيب يغير على جرح او يفك سلك او ما شابه ذلك، وبيترك ده مثلا للتمريض او للاطباء صغار او لاطباء غير متخصصين او لا.
درجات الإهمال ديت ما هو لازم القانون برضو يضمن فيها حق المريض. هقول لحضرتك، هو في القانون الجديد قانون المسؤولية الطبية موجود فيه لجنة أو هيئة اسمها هيئة تقرير المسؤولية الطبية للضرر الواقع على المريض. تمام. فالهيئة دي مش جهة تنفيذية ولكن جهة يعني استشارية. موجود فيها النائب العام، بتتبع للنائب العام مباشرة، موجود فيها حد من مجلس القضاء، موجود فيها ممثلين عن المرضى، موجود فيها ناس من الطب الشرعي، موجود فيها نقابة الأطباء، موجود فيها وزارة الصحة، موجود فيها المستشفيات الجامعية. كل الجهات دي لو حصل إن في خطأ معين أو حد اشتكى شكوى معينة بيحصل تنسيق بين اللجان الفرعية للتخصصات المختلفة. اللجان دي هي اللي بتحدد إذا كان في خطأ ولا لا، اللجان دي هي اللي بتحدد المريض ده اللي هو وقع عليه الخطأ إذا ثبت إن هو فعلا في خطأ طبي ياخد قد إيه من التعويض المدني. هي القانون الجديد بيقول إن ما فيش حبس، عقوبة حبس حرية الطبيب، يعني الطبيب بيخطئ زي أي حد تاني حتى لو أخطأ. الحبس الاحتياطي، لكن هو لو في حاجات تستوجب الحبس أكيد. لو حاجة جنائية تستوجب الحبس ده موضوع بتحل الجنايات، لكن في إطار إن هو قد يكون خطأ عادي كلنا معرضين ليه، فبيكون من خلال تعويض مدني من خلال جداول استرشادية بتتحط قدام القضاء، والقضاء بيحدد يعني محطوط لها حد مادي طبعا. المريض من حقه ان هو يشتكي للطبيب، يعني في القانون الجديد المريض من حقه ان هو يلجا الى نقابه الاطباء في حاله حدوث اي ضرر. بيروح لا هو مش مفروض قبل كده بس هو بيروح بيحصل دلوقتي بيروح للنقابه وبيشتكي والنقابه من خلال اللجنه الطبيه المسؤوله صحيه بقى، مش يعني حد فاهم الموضوع ماشي ازاي، بيقرر اذا في خطا او لا. وبرده الطبيب برده يعني المريض بيشتكي والطبيب من حقه ان هو يروح يشوف هل انا فعلا اخطات ولا لا ويتابع الموضوع. ففي شفافيه بين الاثنين، يعني في ناس محترمه قائمه. طيب انا عايز قبل ما اكمل في نقطه ثانيه، بتقول حضرتك ايه اللي بيحصل دلوقتي يا دكتور؟ في طبعا لجنه اداب المهنه والهيئه التاديبيه موجودين في النقابه. لجنه اداب المهنه دي بمثابه تحقيق زي النيابه بالظبط، بتحقق في الواقعة اللي بيشتكي فيها المريض أحد الأطباء، بتعرض المشكلة على استشاري متخصص عادة بيبقى أستاذ جامعة. لو في خطأ فعلا من الطبيب يحل الهيئة التأديبية، والهيئة التأديبية دي من عقوباتها بتصل للشطب من الجداول الأطباء، وده أنا بسميه أداب مهني، أنا بخليه مش طبيب خالص. ما هي النقابة الجهة الوحيدة المخول إليها أنها لا يا فندم، برضه المريض له ان يشتكي في النيابه العامه، يشتكي في النيابه الاداريه، يشتكي في اقصد المريض النقابه هي المخول ليها انها تشيل الطبيب او يعني تفصل الطبيب ما حدش تاني. لا هو في يعني في درجات يعني لازم النقابه من حقها انها يعني تعطيه تصريح او تحجبه عنه، لكن العقوبات او العقوبات اللي ممكن تقررها النيابه او القضاء او النيابه الاداريه او النيابه العامه او ايا كان دي ليها اشكال ثانيه. لنا تاديب مهني فاحنا بنتكلم في اصدار المهنه، ما عنديش سجن خاص احبسه فيه مثلا، مفهوم. وما فيش هو ده بيفرض تساؤلات كثيره يا جماعه، من بينها يا دكتوره اماني، هل في قرار طبي صائب بنسبه 100%؟ انا اظن انه ما فيش قرار في الدنيا صائب بنسبه 100%، يعني ربما استطيع القول انه افضل قرار في الدنيا صائب فهو صائب بنسبه مثلا 94 او 95%. انا اللي قصدت اقوله من هذا التساؤل انه ربما انا كاحد مثلا يعني ذوي او من عائله انسان مريض، ممكن انا ببقى محتاج له افضل قرار طبي، لكن القرار الطبي بيبقى. دعني اقول لك انه الخيارات في حاله المرض هي ما بين الاقل ضررا والاكثر ضررا. تمام. وليس الصح والاكثر صحه. تمام. لانه في الاساس المريض جاي لي في عطب موجود حصل في جسم البني ادم. فانت في يعني قرار البتر او قرار الحفاظ على الحياه، الحفاظ على الحياه او الكلام ده كله، ده اقل ضرر. البتر احيانا بيبقى القرار الصائب 100%. هل حد في الدنيا يعقل هو كلام حضرتك مظبوط انه واحد مبتوره رجليه ويتقال له ان ده احسن قرار؟ لا ازاي طبعاً. ده انا خسرت رجلي. طبعا الاقل ضررا زي ما حضرتك قلت، لكن أيوة. انا قصدت حاجه تانية كمان يا دكتوره امان، ان ربما يكون من قرارات الطبيب اللي بيوافق عليها المريض
انه بيعلموا بانه سيكون لهذا الاجراء الطبي ايا كان شكله في مضاعفات اكيد بالقطع. فده بيبقى ده مش خطا طبي، لا بالقطع، بس بيخلي الطبيب يمضي على اقرار بده عشان المريض سوري عشان ده بيرجع بعد كده ممكن يشتكيه، فلازم يمضي على اقرار ان هو موافق على كذا. لا انا اللي قصدته انه ليه الناس بتبقى يعني احيانا مخطئه في ظنها ومتفهمه او فاهمه انه القرار الطبي الامثل هو براء المريض تماما. دايما بيكون في يعني بعد كل اجراء طبي اثر، ما اثر جانبي، اثر من المضاعفات، كبر في السن، الجهاز نفسه ما بيبقاش شغال زي الاول، لكن بنحافظ على الحياه وبنحافظ على افضل جوده ممكن. مش ده اللي بيحدثه الطبيب. ده صحيح. طيب انا عايز انتقل لنقاط كثيره، لكن من بينها النقطه اللي ممكن نتوقف عندها انه هجره الاطباء في الثلاث سنوات اللي فاتت، وربما ديت من سوء الحظ انها كانت متزامنه كمان مع ازمه كورونا العالميه، كانت متزايده شويه. احنا شفنا في الاخبار الصحفيه متوسط او معدل حوالي 7000 طبيب في العام، لكن على كل حال يعني احنا المعدل عندنا في مصر دلوقتي 9 اطباء لكل 10000 مواطن مصري، والمعدل العالمي حوالي 23 طبيب لكل 10000. النسبة دي يعني اقل من مريض نعم؟ لكل 500 طبيب، لان اللي موجود حاليا 8 و6 اقل. اقل كمان من 9 لكل 10000 طبعا. يعني اقل من طبيب لكل 500 مريض. لا الحقيقه طبعا يعني هو احنا في مشكله كبيره وفي نقص في الاطباء، فعلا. ده اللي اكتر من كده، ولسه ما كملتش السؤال يا دكتور رشوان اسمح لي، انه في الثلاث سنين اللي فاتوا يعني 2019 اكتر من 3500 طبيب استقالوا، في العام التالي 2020 أكثر من 3000 طبيب استقال تقريبا، يعني في عام 2021 العام الماضي كان عدد أكبر وتخطى 4100 من الأطباء. الأرقام دي طبعا لإغراءات مادية، لرغبة في التدريب، في التعليم، في السفر، في الحال أفضل، في الأمان إلى آخره، مفهومة، لكن قد كده إحنا ما احناش قادرين نسيطر على الأزمة دي؟ طبعا للأسف، لأنك أنت ما بتحلش المشكلة من أساسها. يعني للأسف الشديد أنا بجد ساعات تصريحات من المسؤولين يقولوا إحنا عندنا نقص في الأطباء فهنخرج هنخرج دفعة بدري أو دفعات بدري، قالوا كده في وقت من الأوقات. مرة تانية قالوا هنفتح كليات طب جديدة. الدنيا برضو هيتسربوا لو أنت فتحت 100 كلية طب والظروف زي ما هي كده، برضو الاطباء هيهاجروا وهيهاجروا، سواء كانت هجره دايمه او هجره مؤقته. صلح ظروف الاطباء هنا وظروف ممارسه المهنه الدنيا هتبقى مستقره. اشمعنى الاطباء اللي فيهم هذا الشكل؟ لانه الحقيقه الطبيب ظروفه صعبه جدا، سواء كان ظروفه الدراسيه، ظروفه الماليه، ظروف بيئه العمل اللي شغال فيها. ويمكن الحاجه اللي انا كنت عايز اتكلم فيها وناوي اتكلم فيها وهقولها دلوقتي او حالا، موضوع البيئه الامنه، ان انا الاطباء ما يتضربوش في استقبالات المستشفيات، الاطباء ما يتمش الاعتداء عليهم ويدخلوا لدرجه اوضه العمليات ولدرجه انهم يخشوا اوض العنايات المركزه. يعني حاجه شيء ما بيحصلش في الدنيا بحالها. في حاجة اسمها احنا بنطالب بيها على فكرة من يمكن 2014 2015 في النقابة، بنطالب بتغليظ عقوبة الاعتداء على اماكن تقديم الخدمة الطبية. للأسف الشديد مباحة ومتاحة للجميع، انه الناس بتتخانق بره وتكمل خناقاتها داخل المستشفيات في حراسة بعض ساعات بعض الامن اللي بيبقى موجود. يبدو ان هو جزء من ثقافة شعب. خلينا نقول يا دكتورة اماني، هل من بين الحلول اللي ممكن تقلل هذا النزيف او هذه الهجرة في تحسين ظروف الأطباء قانون التأمين الصحي الشامل، إنه يسمح بمناخ أفضل للطبيب لا يدفعه للهجرة، وكل النتيجة زي ما الدكتور رشون أشار إنه حصيلة الخريجين عندي بقدر أحافظ على عدد أكبر منها؟ طبعا ممكن. يعني ممكن يكون سبب، أو ممكن يكون سبب يخلي الطبيب ما يهجرش. إنه التأمين الصحي الشامل بيدي حوافز وبيدي رواتب عالية، فده احد الحاجات الاوجاع اللي بيعاني منها الطبيب، فدي ممكن تكون مسكن. لكن احنا حضرتك تبص تلاقي بورسعيد اتطبق فيها التامين الصحي الشامل، اسماعيليه، الاقصر، دول ثلاثه. عشان توصل للقاهره هنا هيبقى في 2030. طب حضرتك دلوقتي لسه قايل حاجه انه سنويا او بعد 11 كل سنه يا فندم بيهاجر 7000. احنا من هنا بقى في خلال ال 11 سنه الجايين هيبقى مفيش اطباء خالص عندنا. طب دي نحلها ازاي؟ يعني دلوقتي التامين الصحي كويس. القراءه الصحفيه صدمتني في معلومه ان احنا مقيد في نقابه الاطباء يا دكتوره حوالي 240 ألف
260,000 او 260,000 يعني رقم تقريبي من ذلك، اكتر من 60% حوالي 100,000 فقط اللي موجودين، اكتر من 60% مهاجرين. التامين الصحي، التامين الصحي الشامل اثبت ان هو ممكن يحل المشكله بعض ما. ازاي بقى ان في اطباء كانت واخده اجازات لانها كانت معترضه على التقدير المالي لها ورجعت من اجازاتها. طب انا حل المشكله دي من هنا لغايه 2033 ازاي؟ عندي قانون المسؤوليه الطبيه لازم اجري، يعني قوانين هتتعمل في خلال شهور بسيطه، ممكن بسرعه اعمل سرعه لاصدار هذا القانون، قانون يعني بيغلظ الاعتداء على المنشاه الطبيه، اعمل هيكله لاجور الاطباء مره ثانيه، اشوف شهداء كورونا دول واراضيهم اللي هم ماتوا وسابوا اطفال، وابص الاقي اهالي سايبين اطفال المعاش 900 جنيه للشاب الصغير، حتى يكون حافز للباقين اني اعمل بسرعه ميثاق اعلامي شريف ومحترم جدا ان ممنوع التعرض للطبيب في حاله حدوث اي خطا طبي الا بعد ثبوت التهمه. ما ينفعش اقعد شهر بطبيب واقعد اتكلم عنه في كل الميديا وفي كل حته وفي التلفزيون وفي الاذاعه وفي الاخر خالص ياخد براءه، فهو كده اتشوه. يعني القصه مش سهله ابدا ابدا على طبيب. هي مساله معقده ومركبه، والحقيقه يمكن في كلام حضرتك يا دكتور رشوان برضو سواء فيما يتعلق باعداد الاطباء الباقين او اللي هاجروا اشاره خفيه لانه برضو البيئه مش مساعدهم على الشغل ومش امنه بالنسبه لهم. صحيح. ومش مرضيه بالنسبه لهم. هل في من القوانين ما بنقولش انه اللي هيقوم بالخدمه الطبيه هيكون اشبه بالمجند، لكن هل في من القوانين اللي ممكن تجبر الطبيب المصري على اعطاء حق الدوله عليه لعدد من السنوات مثلا، او اضافه طبعا للتكريم المادي او للتقدير المادي المطلوب يعني، او تخلي المساله مقننه بشكل بحيث انه ما يبقاش العدد مفتوح يعني في الهجره؟ انا يعني بحط يعني علامه اعتراض كبيره قوي على موضوع عدد السنوات. يعني انا بالعكس، انا في بدل الترهيب في ترغيب، المفروض حسن احوال الناس هتقعد. ما حدش غاوي، المصري معروف انه بيحب الاستقرار في بلده، وكان السفر بالنسبه له حتى من محافظه لمحافظه يعني حاجه سيئه. صحيح. جدا صحيح. فاديله اي حافز، بدل ما هو المانيا فتحت ابوابها تماما دلوقتي، البكالوريوس الطب بيتقبل من غير امتحانات، من غير معادلات، لندن، بريطانيا، المملكه المتحده، الجوائح العالميه دلوقتي يا دكتور مخليه اوروبا بتستقبل الاطباء يمكن المصريين على وجه الخصوص. المصريين دلوقتي يعني بقوا ثالث فئه في انجلترا، واخد بالك، بقوا الرابع فئه في المانيا. يعني اذا كان الرقم صحيح، يعني ذاكرتي صحيح ولا لا، في استراليا العدد بقى كبير جدا، في كندا، في فرنسا، في كل بلاد العالم في فاتحين احضانهم للاطباء المصريين. وفي عز ما هو الاطباء هنا زي ما انت شايف يعني وضعهم بشكلها ايه. فحسن اوضاع هنا، حسن البيئه هنا، في شويه قوانين مش هتتغرم. يعني دايما لما بيقولوا ما فيش امكانيات، يا سيدي انا راضي ان ما فيش امكانيات، بس في حاجات مش محتاجه فلوس، زي القانون بتاع المسؤوليه الطبيه، زي قانون تغليظ العقوبات، زي ان انا اريح الناس في تكلفها في المناطق النائيه وغيره، اديله مزايا ماديه، يعني اديله مزايا او يشتغل في البيئه القريبه منه، بلاش اديله مزايا ماديه يعني. حتى اقول ان اللي ياخد تكليف في منطقه نائيه اسرع يكون له منها او يكون قريب منها، لا يعني اسرع له في الدراسات العليا، اديله حافز ادبي، اي حاجه تقول ان انا الطبيب لا يعني لا يكرم ماديا ولا ادبيا. الطب في النهايه يا دكتور برغم انها مهنه انسانيه تتحول الى ما يمكن تسميته يعني اصطلاحا كده ما بين قوسين خصخصة، تبقى خدمة لمن يستطيع أن يدفع ثمنها، لأن دي مسألة يعني تتناقض مع عرف المهنة الإنسانية ومع ألم المرض. لكن هو السؤال، لو قانون التأمين الصحي الشامل ممكن يحل هذه المعضلة، ولو قانون التأمين الصحي هياخد سنين تتعدى 10 سنوات حتى يحقق هذا الموضوع، لغاية لما ده يحصل هنحل المعادلة ازاي ما بين الطبيب والمريض والدولة؟ كل الحاجات دي يا فندم، كل مشكلة يعني القوانين دي تدفع ليها حلول طويلة الأجل، هو في حلول متوسطه الاجل وحلول عاجله. يعني انا في حاجات زي ما بيقولوا مسكنات كده، زي بلغه الطب يعني، وفي حاجات تريح شويه لغايه لما، وحاجات على اللونج ران على المدى البعيد
اصلح الاحوال كلها بشكل عام. رأي حضرتك ايه في الموضوع؟ انا عندي هقول تجارب. عندي طبيب الخير انا بلف عشوائيات مصر كل شهر في مكان مؤسسه. اخر حاجه كانت في مارس، كنت في سيوه. يعني امن قومي مصر، تمام، المنطقه الغربيه امن قومي مصر. في سينا حضرتك في مستشفى سيوه. مفيش على فكره تعتبر مفيش بالنسبه لليبيا يعني. مفيش دكتور تخدير، مفيش دكتور اطفال، مفيش دكتور باطنه، مفيش دكتور انف واذن. الله. فعاملين هم نظام التعاقدات مع الاطباء اللي هم الطبيب الحر اللي هو خرج معاش او استقال. التعاقد ده بيديله ارقام زهيده جدا، يعني 550 جنيه للاخصائي و800 للاستشاري. لا في الشفت بس الثلاثه شفت في بيسافر يعني. هو قد ايه بيسافر؟ 12 ساعه رايح و12 ساعه جاي. الاطباء دول ما قبضوش من شهر 11 وبيكلموني في اخر ثلاثة. طب معلش طباي يروح ليه؟ يعني احنا بارعين في تطفيشهم يا ناس. انا متاكده واثقه وهقولها بمنتهى الصراحه والامانه والجراه، إذا كانت هناك إرادة حقيقية للدولة لحل المشكلة هتتحل. النقابة الأطباء ليست جهة تنفيذية ولا تشريعية، فإنها مش هتقدر تحل خلاص. وزارة الصحة الموازنة العامة بتاعتها 5% طبقا للقانون ولموازنة الدولة، مش هتقدر تعمل حاجة. السيد الرئيس اللي احنا بنعقد عليه الأمل جدا، انت بتطالب بقرار سيادي. أنا عايزة قرار سيادي فعلا من السيد الرئيس مش من حد تاني، خاصة إن هو بدأ يعمل سبوت لايت على هجرة الأطباء وقال إن احنا مش قادرين، وقال إن في يوم كان احتفال المجلس القومي أو حاجة قومية للأسرة المصرية. يمكن يوم الأسرة المصرية، يوم الأسرة المصرية. قال كده، قال إن احنا مش قادرين إن احنا نوفر للأطباء الأجور اللي تناسبهم. لا يا ريس، حضرتك تقدر إن شاء الله بإذن الله عشان نحتفظ بيهم، لأن دول أهم عندنا من أي حاجة. يعني احنا عايزين نهتم بالبشر أكتر من الحجر دلوقتي، عشان احنا لو عملنا حجر وبقى جميل وحلو والبشر مش موجود برضو الناس هتعي. يعني الناس في الآخر المرض مش هي محلها وفي توقيتها وفي دلالتها. ويمكن يعني الكلام اللي حضرتك بتقوليه يعني بتعولي فيه على قدرة على اتخاذ قرار ينفذ. صحيح يعني صحيح. ومش يعني هتيجي إلا من الرئاسة على فكرة، والله ما هتيجي إلا من الرئاسة. ربما تأكيد حضرتك على هذا المعنى يكون ثقة في محل. طبعا. أنا واثقة. جماعة، أنا النقطة اللي عايز برضو نتصدى ليها هي فكرة أن قسم الفتوى والتشريع في وزارة العدل لم يحسم موقفه يا دكتور رشوان حتى الآن من قانون المسؤولية الطبية أو الصيغة النهائية لهذا القانون. أنا عارف أنها مسألة ممكن تكون قانونية شوية، لكن لو عندكم تفسير لده. الحقيقة احنا ردينا على الاعتراض بالفتوى بتاعت وزارة العدل، وكان رد قانوني على فكرة جيد. يعني أنا أعتقد أن اللي عايز هي الحكاية محتاجة إرادة سياسية. في إرادة سياسية أن تحل هذه المشكلة هتتحل. مفيش إرادة سياسية يبقى الأجندة دايما الأولويات فيها للحاجات اللي بيجي بيها توجيهات عشان خاطر القوانين تتسرع وتمشي. في خمس نسخ حاليا في المجلس من خمس جهات مختلفة، آخرهم وزارة العدل نفسها. الحقيقة كلهم على عيني وعلى راسي، بس يبقى في حاجة تحكم العلاقة ما بين الطبيب والمريض والمجتمع. صحيح. احنا هنرضى بيها. صحيح. الحاجة الأهم من الكلام ده كله انه ما ننساش أطبائنا اللي موجودين في الصغور زي ما قالت الدكتورة في سيوة وفي جنوب سيناء وفي شمال سيناء وفي أسوان وفي مجاهل البلد كلها. فاحنا أكدنا على هذا المعنى. ويمكن السؤال الأخير لحضرتك دكتورة أماني، لو ليكي تعليق أخير، لكن كمان نضمنه فكرة أن البعض بيعتبر أن قانون المسؤولية الطبية ممكن يكون أحد أهم المطالب الطبية من خلال الحوار الوطني، فرأي حضرتك المسألة دي؟ الحقيقة أنا عايزة أقول أن الحوار الوطني ومشاركة الأطباء في الحوار الوطني ده خطوة مضيئة جدا على الطريق. أن حضرتك بتكلم المسؤول القادر على تصحيح الأخطاء بيكون بدون وسطاء، من غير ما يكون فيه وسطاء. الجميع نيته سليمة في أنه هذا الحوار الوطني يكون ناجح ويكون فيه مشاركة جادة جدا. الطبيب والمريض بيحتاجوا جدا جدا سرعة إصدار قانون المسؤولية الطبية بكل ما اللي بعد هذا القانون. صحيح. وفي النهاية يعود ده بالتأكيد بالخير وبالفايدة
واحنا واثقين ان الرئاسه الرشيده بتاعتنا يعني هتعمل ده ان شاء الله باذن الله. يحصل ان شاء الله. شرفتونا وبشكركم شكر جزيل. شكرا. الدكتوره اماني وهبه استشاري البطنه ورائده العمل المجتمعي، شكرا جزيلا يا فندم. شكرا يا فندم. والدكتوره شوان شعبان رشوان عضو مجلس النقابه العامه للاطباء، شكرا جزيلا يا دكتور رشوان شرفتونا. والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعه هذه الحلقه، على امل اللقاء في الاسبوع القادم بمشيئه الله. دمتم في امان الله والى اللقاء.